السلام عليكم، كيف صحتو؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. اليوم جيت لكم واحد الوصفه اللي هي عزيزه على الجميع، على العباد الصغار، على الناس الكبار، على المناسبات ديالنا رجعت كتكون ضروريه. لي ماكارون اللي غادي نحتاجو لهم طبعا المانجي. هنايا غادي نلعبوا على جوج الاشياء اللي هما عندنا المورينغ ايطاليان، ونعرفوا كيفاش كيتعدل ان شاء الله، اللي به يمكن لكم تعدلوا مارينغي عادي، مورينغ عادي، وبه غادي نعملوا لي ماكارون. اللي غادي نحتاجوا له اول حاجه المورينغ ايطاليان ما كيكونش بالسكر، كيكون بالسيروم. السيروم يعني 150 غرام ديال السكر، ثلث ديالو د الماء، يعني 50 غرام د الماء. عندنا 50 غرام ديال بياض البيض. صافي، في المومون اللي كنعملوا المانغي ديالنا يطلع، كنعملوا السيروم يغلي. حين كيغلي اللي عنده باش يقيس درجه الحراره خصها توصل ل 110. اللي ما عندوش غتغلي الغليه الاوليه الثانيه الثالثه، حين كتعمل ديك البويوقات داك. المهم حين كتغلي، حين كدير من داك البوق، حسب مثلا واحد، حسب 10 مثلا، وكتوقف ياك. كيكون المانغي ديالنا طلع، كنشبروا حنايا، كنبداو نكبوا داك السيروم. المهم ما نحرقكمش المراحل، غنبداو بشويه بشويه. باش دابا اللي غادي نعملو، غنشبروا البيض ديالنا، غادي نعملوه في نطربوه ياك. غادي نشبروا، خصكم يكونوا مع بعضياتكم. هو كيغلي، و يعني حين غتشعلوا البوطه على السكر والماء، غتفتحوا الماكينه باش تطلعوا المانغي. ملي كيغلي الماء كيكون المانغي طلع شويه، حين كيكون طلع كنطفوا ديك البوطه هذا، وكنجيبوا ديك السيروم كنقصوا نكبوها فوق المانغي. المهم انتم معايا وغتعرفوا كلشي، انا غير كنحرق المراحل وصافي باش كنبسطكم. شحال كتشوفوا تقولوا بصح قالت هذه. يلا ها حنايا غادي نعملوا السكر ديالنا، وغادي نعملوا الماء، وغادي نعملوا لا ليمونه لا حتى حاجه في هذا ياك. في لو مومون اللي غادي ننزلوا على البوطه غنهبط الماكينه. دابا ما يمكنليش، يعني ما كاينش حاجه كبيره تعرفوها. السكر ديال لا الصدى هذا غير باش نوصلو ليكم المهم ديالنا، وكاين طالع كيطلع الطريقة هادي. السيروم ديالنا كيوجد، مخصنيش نوقف الماكينة، وغنجيكم الصدى. معرفتش واش كيوصل الهضرة ديالها. خصنا السيروم ديالنا نكبوه في الجناد، معرفتش واش كيظهركم في الجناد هكدا غير بشويش هو كيمشي كنتمنى يكون في دهار. هو واجد باش كيتهركو، شفتو حتى الطخاس د هذا كيبقى كيدهب واجد الحمد لله. عندها بقى شي غرام هنا هيك. ماشي هاديك، كيف كتشوفوني هنايا زوينه عندي. دابا ما عندي ما نعمل، عملت هادو يتغربلو ها كيف كيكون يتغربل مزيان. هذا ما عنديش مع التغربل. غنقبلوه ديك اللي كيبقاو في داك الكويرات اللي كيبقاو مغربل كامل، ديك الكويرات اللي كيبقاو نقول عاودوا الماكينه لي صافي. كنقلب هاد الطريقه هادي حتى كنكملو، ما نطولش عليكم.
صافي. ملي كنغربلو هذا ديال اللوز والسكر ديالنا كنزيدو عليه داك 50 غرام ديال البيضات اللي كنت قلت لكم في الاول، كنزيدوها عليهم بالطريقة هذه. صافي كتبقاو تحركو صافي، صافي كتدخل ديك البيضة في داك اللوز والسكر، وفي هاد الساعة هادي كتزيدوش هذا كولورانت ملون. أنا غادي نعمل واحد فتي تا داك الفريسة نعملو غير هادو. تا عندكم غبرة عملو غبرة، أنا نمشي نعمل الفريسة بقا خصني عاود نزيد. هذا اللي فيه الطيبة، دمنوش اللي بلا طيبة. صافي كتبقاو تخلطو تخلطو، شفتو بقا خصكم زيدو على حساب اللون اللي كتبغيو نتوما. صافي حين كيدخل هادشي كامل مع بعضيتو كنزيدولو لا مواتي د المورانغ، نص المارينغي، وكنخلطوه كامل، ومن بعد عاود كنزيدو نص اخر، وكنبداو ديك الطريقه ديال لي ماكارونيزا وخرج لي شي علينا. ها هو من لولا بيان سور ما كيدهاش تقريبا بحال هكذا. صافي كنعملو النص ديال النص د هذا د المورانغ كنعملوه ما ينجي بوحدي توجا كيحمق طيلا جا غزلته داركم شي صباح تيني مشي تيني اجي تشو. تي هذا بالطويبة ديالو باللويزات كركاع، لا انا كركاع سبحان الله ما كي كيعجبني في الحلوى ماشي قبح سبحان الله. الا كانت غير وحده غاويه كيمشي كلشي، كيجي طيبات الزيت في الحلوى يعني انتي نفس صوتي دارك في الكركاع كتشبغوا اللوز كتحمروه بالقشور ديالو وكتدردشوه كبوه عليه وهانتوما بالمارينغي ديالكم كيحمق. دابا كندخلوا هاد المارينغي ديالنا. صافي كنصمغوا بهذه الطريقه هذه ياك حتى كيدخل كلشي. المشكله هي هذا المعلق انت ديت السيليكونه ما كتساعدش في هذا، عملوا اللوح ولا انا انا ديك الزوبارتني ولكن انا ما نعمل، عملوا شي وحده ديال اللوح وخليوها خاصه للحلوه نادي من الطياب ما كيجيوش من هنا نعرف في طيبه شي حاجه صافي. هذا كنبقاو بهذه الطريقه هذه كنبقاو بهذه الطريقه هذه، هذه الطريقه ديال الماكارون ياك. صافي حتى كيدخل داك المارينغ كامل عاد كنزيدو اخر صافي. صافي غنزيد دابا اخر، هانتوما معايا بالمراحل كاملة طول عليكم. انا غادي نخلط بحال قبايل
باش نقول لكم الطريقه ديال الماكاروني ساج العدو ما خرجت شي عندي ما نعمل. المهم تكنيك ديال الماكارون نعمل لكم وخصك حين تعملوهم في الصينيه تخليوهم حتى كيعملوا داك التقشيره ديال الوجه بحال داك بحال ما يندي كيبس دايو هكذا اساس لي الدعية لان الماكينه المعلق ماشي مرتاحه الا كانت المعلق مرتاحه اخويا ما كيشبغوا والو شي وحده كبيره ولا ماذا سافعل ما حتى شي حاجه ديال النهار هادي ستيتو حق واخا مهم كنستمروا بهذه الطريقه هادي وحنا كنعلي هذه العجينه ديالنا هكذا دو ماكارين ماكا المهم ماكارون ايوا عندنا من شي كلشي غادي يخرج صافي كنستمروا داك نعملوها في البوج ديالنا كنزلوهم في الصينيه كنكونوا سخنا الفرن ديالنا على 150 درجه حين كنعملوهم يطيبوا بين 12 13 دقائق ما تفوتوهاش 12 13 دقائق ما تفوتوهاش وتما نخرجوهم الله يسخر تما كتبدا الروايه كيف كتشوفوا هنايا انا عندي هاد الطابي ديال الماكارون الا ما كانتي ماشي مشكل يعني يمكن لكم تعوضوها ببابي سوفوريزي كتعملوها في الصينيه ديالكم وكتشبروا مثلا اللي عنده القياس في يده يقدر يعمل مثلا داك طف 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 دغيا اللي ما عندوش القياس في يده كيعمل بحال هذا السيركل هذا كتعملوه هكذا كتغشموه من القاد للكاري وكديروا الوسط ديالو كتعمروه عمر 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 حين كتكمل كتضربوا الصينيه انا نشوف لكم بالطريقه هذه بسم الله هكذا نزولها بالطريقه هذه معليش هذاك اللي كيبقى فوقي حتى داك من بعد باش نزولوه غير هو كيعوض راسو سبحان الله غتكون تشوفوا في الاخير كتعملوا غير البوش ولا مثلا ديك القجار اللي وليتكم ما خليش غير من مارجان الا كان عندكم حتى هو عمروه وعملوه انا هذا كيجيني ساهل بالطريقة هادي حتى كتكملو أو غتخليوه شوية حتى كيعمل داك الوجه حين يعمل الوجه دخلو أنا قلتكم بين 12 حتى المهم 12 13 دقايق حسبو لا خايله باش مد مخصوش يديباسي أو ماشي مشي يطيب بزاف باش كيبقى معلك من داخل وصافي في هكذا ونعمل هادي ديالنا هنايا المهم الأحسن في الأرض نزلوها في الأرض و وضربوا عليها هكذا ماشي المهم
صافي الكاريط انا عملتو هنايا هذا باش يتثبت مزيان، كنعملو واحد شويه ديال العجينه هنايا كتثبتوها باش الكاريط يبقى مثبت هكذا. يعني هادي يمشي بالماء الاحسن يكون ياكدو ما كيبغيش يوقف. صافي كنعمرو هادي ديالنا راه خوات نعمروها عاود. صافي انتوا تشوفوني كيفاش غادي ننزلو حاولوا يكون القد بعضو باش شي تقدروا تعملوهم حين كيطيبو كيجيو جوج فوق بعضو. على الطريقه هادي صافي كنستمروها على هكذا حتى كنكملوا. انا قلت لكم كتخليوها هي ترتاح شويوش الحين كامل ديك الكابطه بحال اللي هو بحال واحد الاشيره. صافي كتدخلوها الفرن 13 دقيقه 12 13 كوم الماكسيموم لا تنسات. شكون عاد الفوندون شوكولا البارح بزاف ديال الناس كانوا كيصيفطوا لي ميساج كي ما كيوصل ما كيجيش ما عادش شفت ما كدعملوها بريفي اكسبري ولا لا ما في اليوتيوب كنقرا غير انا. جربوا تشوفوا الشيء ديالكم واش كدعملوها بريفي ولا بوبليك عملوها بوبليك حسن. صافي هكذا كنستمروا حتى كنكملوا. ها لي ماكارون ديالنا وجدوا هنايا كتشوفوا هنا تزعزعوا لي يدي ما عندي بنعمل عندي اخرين كيبغدو. المهم نشوف لكم فين هنايا هادو تشوفوا كيف جاو مقاد دي نوري زلان اخي بدهم تزعزعوا لي تزعزع لي يدي المهم ماشي مشكل. وعملت هنايا كسدي توين هما كيف جاو مزيانين. المهم بانوريكم الشكل ديالهم النهائي. عدلت الكناج ديالنا اللي هو انا متعيني وميزان كتبش عليكم يمكن واحد نص ربع شوكولاته ابيض ياك. وعملت هكذا نص كاس ديال كريم فريش هي اللي كانت باقيه لي ياك. وعملت انا عملتو بلا قياس كتبش عليكم ولا عملتو بلا قياس. وعملت الشوكولات داب ما كبيت عليه كريم فريش ملي كبيت كريم فريش بس كنزيد داك الكولورانت اللي عندي اللي هو هذا كيف كيجي شتو حد حملة عكاك شتو حملة ميلادة كونسونطخي هدا طيبة ديالو ويلي هدا طيبة ديالو كتحمق. كاين هكدا كاين د بيستاج كاين د فاني كاين بزاف د ليكو كاينين. و صافي عملتو لو هو اللي عطا هاد الكولور هدا. ومن بعد حين بدا كيغلي ويعاود كيغلي ويعاود شبرت واحد الورقة ديال الجيلاتين نوريها لكم. لاكيطة د جيلاتينة هادي ياك تنيتا بقيت كنسيس فيها كنسيس شوية بشوية حتى كدوب ياك. أنا مدبتشي كاملة حفتي وتا كنتبقى زولتا وسيبتا باش نربح الوقت في توك الله كتبقى هي تشوفي كيف كدعمل هي لاتي شوفي كي داركم هكدا ويلي 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 غرقت. المهم اذا ما نوري لكم كلش اذا عملت ايوا المهم يعني ما نعمل بعدا كده بغيت هدايا. المهم هي بدات كتسحت وكتشوفوها هي هابطه ما علينا. هاد التكستورة ديالها تشوفوها صافي غنستناها تبرد شويه ندخلها النبيره تبرد باش كتشبر في راسها. هكذا كتعملوها في شي بوش وعاود كتبقاو تعمرو لي ماكارون ديالكم نزلو فوق بطيتهم. انا باش نجرب واحد الحاجه نعملها دبريد ونطربها نعملها فحال كريم فريش نطلعها طلعتها كتجي غزاله تجي بحال كريمه ما كانش غنخليها بحال هكذا فحال مرميلاده
المهم اللي عملت هانتوما تشوفوه مش نزيد في تيوتا دبرينيه حين دقتها فيها كتبات فريسه بحق خايلتها ببرينيه غادي تجيك تاعك غادي تحط قيوك وخلطو وكتشوفوني معاكم بكل شيء حتى البرينيه هذيك تعطي واحد شفتو كدا كيقصاح دي غير داك الجيلاتين هنا من الشغله كتسمى بحال الحلوه كترتا كذا حيت البرينيه والفريسه دائما كيجيو مع بعضياتهم صافي كنبداو نعمرو لي ماكارون ديالنا ها الكريمه اللون ديالها عملتها هنايا صافي كدوب نسلو هكذا هاد نزلو الماكارون ديالكم من فوق هكذا عمل ونسل عاود هنا نفس الشكل ديك الجيلاتينه هي اللي كتخلي ديك التجبيده صافي ما كتفينيهم طبعا ما كيبقاوش داك او تنبع نكمل لكم ننزل لكم اللمسه الاخيره ماكارون ديالنا ها هو موجود بالصحة والعافية وكنتمنى تجربوه ساهل وما فيه والو شنو غادي ننصحكم عملوا هذا عملوا مثلا كاناش ديالو قبل النهار ما فيها بس شحال كيوجدكم ديك الساعة كتعملوه في دعموه وتشدوه الى بالصحة والعافية بون ويكاند وكنتمنى تجربوا الوصفات اللي عملتكم كاملين اللي خدام السبت والحد يجرب يلا بون ويكاند